أخبار مغربية، أخبار محلية، أخبار عالمية. حذف الساعة الإضافية في هذا التاريخ. لم تحسم الحكومة بعد في طبيعة الإجراءات الاحترازية التي سيتم الإبقاء عليها أو العكس خلال شهر رمضان المقبل بسبب الحالة الوبائية، لكن بالمقابل من المرتقب أن تعلن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن العودة إلى توقيت غرينتش يوم الأحد 11 أبريل المقبل. وكالعادة وقبل حلول شهر رمضان المبارك يتم الإعلان عن حذف الساعة الإضافية، حيث من المرجح أن يصادف أول أيام رمضان تاريخ 14 من شهر أبريل، وبالتالي الإعلان سيكون قبل اليوم المعهود بيومين أو ثلاثة أيام على الأقل سيحل للمرة الثانية. ويذكر أن شهر رمضان سيحل للمرة الثانية والعالم يشهد وضعية وبائية جراء تفشي جائحة كوفيد-19 التي خيمت بظلالها على العديد من المجالات، بل وأوقفت عجلة الحياة الاقتصادية للعالم وغيرت الكثير من ملامح الحياة الطبيعية.